متواصلة على بركة الله. أعلنت انطلاقة شوطنا الحادي عشر وشوطنا الحادي عشر الخاص بالجعدان المحليات اللقاية الأصايل الخمسة كيلومترات الحاضرة من خلال هذه الأسماء وهذه الشعارات. نذهب مباشرة ونتابع البداية ومقدمة هذا الشوط. أو تابع مرموق على المركز الأول عبد الله بن ناصر بن علي بن دلوان الاكتبي من يقدم لنا مرموق على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني الحذر عوض بن مبارك بن عوض بن الكيلة العامري. والمركز الثالث ثالث المراكز هناك وتابع الزود مصبح بن سيب بن صميط العليلي ينطلق مع المركز الثالث. المركز الرابع رابع المراكز وتابع هناك القادم عزام سعيد بن سهيل بن سالم بن مطر بن حاذة الاكتبي رابعا. والمركز الخامس خامس المراكز وتابع مزعل سالم بن محمد بن سليم العفاري يتقدم تقدم رائع مع تقدم الأسماء على المركز الخامس. المركز السادس سادس المراكز وتابع أو تابع المركز السادس هناك الشميمي حمد بن سلطان بن مرخان المنصوري يتقدم مع الشميمي تقدم رائع. المركز السابع سابع المراكز وتابع أو تابع المركز السابع وتابع القدوم والدخول في هذه اللحظات من مهاوش مبارك بن سعود بن سعيد المهيري يتقدم مع تقدم الأسماء. المركز الثامن ثامن المراكز هناك أيضا شاهين مبارك بن سالم بن مبارك الفيدة المري مع المركز الثامن. المركز التاسع تاسع المراكز هناك مهند حمود بن سالم الوهيبي. والمركز العاشر عاشر المراكز هناك مرزام حماد بصغير بخرايط العامري. هكذا النتيجة هكذا النتيجة للعشرة المراكز الأولى لمجريات هذا الشوط. ولكن لنعود مع البداية لنعود مع الصدارة لنعود مع الانطلاق الأول لنعود مع المقدمة عزام من عزم على الناموس السهيل بن سالم بن مطر بن حاذة الاكتبي راعم طيلة راعم طيلة من يقدم لنا هذا الأداء المتميز على المركز الأول عزام. المركز الثاني ثاني المراكز أو تابع الحذر عوض بن مبارك بن عوض بالكيلة العامري. والمركز الثالث ثالث المراكز مرموق عبد الله بن ناصر بن علي بن دلوان الاكتبي. والمركز الرابع الزود مصبح بن سيب بن حميد بن صميط العليلي يتقدم رابعا. والمركز الخامس خامس المراكز الشميمي حمد بن سلطان بن مرخان المنصوري. والمركز السادس سادس المراكز مشاهدين الكرام مهاوش مبارك بن سعود بن سعيد العامري. والمركز السابع سابع المراكز مرزام حماد بن صغير بخرايط العامري. والمركز الثامن ثامن المراكز هناك مزعل سالم بن محمد بن سليم العفاري. والمركز التاسع تاسع المراكز مشاهدين الكرام وتابع هملول محمد بن سيف بن بدر العليلي. والمركز العاشر عاشر المراكز وتابع شاهين عبد الله بن محمد بن ثاني النعيمي. هكذا النتيجة هكذا النتيجة للعشرة المراكز الأولى لمجريات هذا الشوط. ولكن لنعود مع البداية لنعود مع الصدارة لنعود مع مقدمة هذا الشوط عزام على المركز الأول سهيل بن سالم بن مطر بن حاذة الاكتبي من يقدم لنا عزام على المركز الأول. المركز الثاني ثاني المراكز الشميمي حمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي مع ثاني المراكز. المركز الثالث مرزام حماد بن صغير بخرايط العامري. والمركز الرابع رابع المراكز وتابع هناك مشبب حمد بن عامر بن سعيد العويسي يقدم لنا مشبب مع المركز الرابع. المركز الخامس خامس المراكز وتابع الزود بتحدياته مصبح بن سيف بن حميد بن صميت العليلي. ومن الجانب الآخر الله يلقي دوم في هذه اللحظات شاهين عبد الله بن محمد بن ثاني النعيمي. وصل النعيمي في هذه اللحظات من خلال أيضا تواجد الأسماء تواجد الشعارات. ولكن هنا الدخول من المختبر محمد بن راشد
بنتريس الظاهري قادم، قادم بتحدياته، قادم بمنافساته الكبيرة والمتميزة هنا على أرضية هذا الميدان. وشاهين سالم بن ضبيب بن علي العامري واصل، واصل بكل قوة. يا سلام يا سلام يا سلام يا التغييرات، يا سلام يا التغييرات في الأمتار الأخيرة، في المنعطف الأخير. ولكن لنا عودة، لنا عودة مع البداية، لنا عودة مع الصدارة، مع مقدمة هذا الشوط. وتابع المركز الأول، هناك عزام، عزام على المركز الأول، سهيل بن سالم بن مطر بن حاده الكتبي. ولكن الله الله يا الشميمي، الشميمي تسلل إلى المركز الأول. حمد بن سلطان بن مرخان المنصوري من يقدم لنا الشميمي على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. عزام يأتي ثانيا، سهيل بن مطر بن سالم بن حاده الكتبي، والمركز الثالث، ثالث المراكز. أو تابع هنا القادم، القادم مع المركز الثالث بتحدياته بمنافساته. مشبب مشبب حمد بن عامر بن سعيد العويسي واصل، واصل. وأيضا بن ثاني هناك أيضا قادم مع شاهين عبد الله بن محمد بن ثاني النعيمي. الله الله يا القوة، الله يا التحديات. وابو خرايط واصل ايضا، واصل بكل قوة. شاهين مبارك بن محمد بن مبارك بن سعيد المنصوري قادم، قادم المنصوري. ولكن لنا عودة، لنا عودة مع الامتار الاخيرة، الامتار الخطيرة. الشميمي الشميمي الشميمي، ولكن بن ثاني، بن ثاني. يا الله يا سلام، شاهين عبد الله بن محمد بن ثاني النعيمي. والقادم هناك، القادم بتحدياته مزعل سالم بن محمد بن سليم العفاري. الله الله يا المنافسات في الامتار الاخيره، في الامتار الخطيره. ولكن الشميمي، الشميمي الشميمي لحد هذه اللحظات، الشميمي حمد بن سلطان بن مرخان المنصوري. وشاهين قادم، شاهين قادم، شاهين قادم. لا ايضا عبد الله بن محمد بن ثاني النعيمي. الامتار الاخيره، الامتار الخطيره، ما بين هذه الاسماء، ما بين هذه الشعارات. ولكن هناك، هناك عزام، شاهين، شاهين سالم بن علي العامري. الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة. يا السلام يا السلام يا شاهين، غير غير سالم بن ضبيب بن علي العامري. تهانينا والناموس على هذا الفوز وانتصار شاهين بالمركز الأول. للمركز الثاني كان من نصيب شاهين عبد الله بن محمد بن ثاني النعيمي، والمركز الثالث، المركز الثالث الشميمي حمد بن سلطان بن مرخان المنصوري، والمركز الرابع، المركز الرابع كان من نصيب مزعل سالم بن محمد بن سليم العفاري، والمركز الخامس، المركز الخامس مشاهدين الكرام شاهين المبارك بن محمد بن مبارك بن سعيد المنصوري. هكذا التحديات، هكذا المنافسات، هكذا ميدان التلة، وهكذا الأداء المتميز في الأمتار الأخيرة. أيضا استطاع شاهين أن ينتزع ناموس هذا الشوط مع الخمسة كيلو مترات بتحدياته. بلا شك سبع دقائق مشاهدين الكرام، أربعين، أربعة أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لمالك شاهين سالم بن ضبيب بن علي العامري. تهانينا والناموس على هذا الفوز. سبع دقائق واحد واربعين ثانية، أربعة أجزاء من الثانية. أيضا كان من نصيب شاهين لعبد الله بن محمد بن ثاني النعيمي، المركز الثالث. سبع دقائق واحد واربعين ثانية، تسعة أجزاء من الثانية. كان أيضا الشميمي لحمد بن سلطان بن مرخان المنصوري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.